مساكم الله بالخير. أنا أبو تغريد، كنت عايش حياتي طول بعرض، مكافح، متزوج، مستقر. إيه أنا، لكن صار اليوم شيء هدم كل اللي بنيته. خلني بعطيكم السالفة من أولها. من ولدت وأنا أحسب الدنيا ما فيها إلا اثنين، أنا وجدي. جدي اللي تعلمت من خبرته الطويلة الله يرحمه مات وعمره 13 سنة. من دروسه اللي قالها لي: يا ولدي إذا هبت الهبوب الشمالية توقف الشجر عن البراد والغبار. الشجر اللي عرفت مع الوقت إن مصيرنا المشترك معها، ما هو حنا بس، لا حتى البشر وحيواناتهم اللي ترعى. وكيف كان الله يحلله يحب الطبيعة لدرجة مرة استضافة ذاك الشايب البريطاني حق الوثائقية. عرفت إن الطبيعة هي اللي ساعدت الإنسان بنهضته وحققت أحلامه، وأنا عندي أحلام بعد، اللي أهمها أتزوج بنت عمي اللي أحبها وأحفر دور وشقتين بالصمان، جحر أحلامنا مثل ما يقولون. ورزقنا الله بهالبنية يا مال العافية تغريد، يقولون طالعة على ميمتها، فيها شقاوة المشكلة رافعين عنها هالأفياش عشان لا تخلي النور والع، والله مو بخل. عشان ما يشوفونا هالملاقيف. عطى عطى عطى، لا توقف لا توقف. اطلع من ورا. ترى مو بس انا، ما بقى شيء، بيوتنا وراحت. وحتى الطيور المهاجرة ما سلمت منهم. المشكلة مو بحاجة، عجزت افهم اللي يصيد ويحتطب للمتعة بس، يضر الصغير والكبير ويسبب مشاكل وغبار وتلوث، واخواني اللي انقرضون واحد واحد. وابد والله، بنتي وزوجتي فكهم الله وتركوا ذا الديرة، وأنا هذاني متعلق على ذا الرفرف المرشوش. أكثر من 30% من البرمائيات و 12% من الطيور وحول 70% من النباتات مهددة بالانقراض. قلنا يمكن تبون الكوكب لكم لحالكم، لا طلعتوا حتى ما سلمتوا من بعض. التلوث حقكم ذا من أكبر أسباب الوفاة، ويأثر على 100 مليون شخص، وحول 20% من اللي عايشين حول هالتلوث معرضين للوفاة بسرطان الرئة. وترى الحل مو بصعب، ما قلنا لكم نبي كل آدمي يقدم خطة استراتيجية للحفاظ على البيئة. أهم شيء خلوها في حالها وسووا اللي تقدرون عليه. إذا شفت لك حيوان أليف عطى لقمة وشوية موية، وابعد عن البلاستيك، ولا استخدم البلاستيك اللي عاد تدويره، وابعد عن صيد الحيوانات وخاصة اللي على وشك الانقراض، وازرع لك نباتات محلية تراها تصفي الهواء. بلا لعب بالموية، ترى إذا ما شديتوا على نفسكم بيجيكم الدور. أنا بلغتكم. سلامتك.